انطلقت اليوم المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية للتنمية المصرية، وذلك في 10 محافظات كمرحلة أولى. وقالت الدكتورة عبلة الألفي المشرفة العامة على مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية إن المبادرة تستهدف مواجهة التحديات الصحية والغذائية والفكرية للأسرة المصرية. الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية مبادرة رئاسية أطلقتها الدولة بهدف تنشئة طفل سليم وسوي نفسيا من خلال دعم المرأة بداية من الحمل إلى أول عامين من عمر الطفل. المبادرة تقدم خدماتها من خلال مكاتب المشورة في وحدة الرعاية الأولية في المحافظات المختلفة، والتي تستهدف زيادة معدلات ذكاء الطفل وتقليل الأمراض السارية والحد من الأمراض الوراثية. المبادرة بتناقش صحة الأم والطفل في أول ألف يوم من عمر الإنسان، اللي هم بيساووا فترة الحمل اللي هي 270 يوم زائد أول سنتين من عمره 730 يوم، وبنسميها ذهبية لأنها مسؤولة عن تكوين 85% من القدرات الذهنية والجسمانية والنفسية والبيئية للطفل. دور كبير تلعبه منظمة الصحة العالمية بمصر والقطاع المصرفي في تقديم الدعم الكامل للمبادرة، سواء كانت عن طريق تدريب الأطباء والممرضين أو تجهيز المراكز والمستشفيات لاستقبال الأسر المصرية. منظمة الصحة العالمية ضمن منظمة الأمم المتحدة مساندين لهذه المبادرات، لأن الإنسان السليم هو اللي ممكن يكون قادر على العطاء، ولذلك الاستثمار في الأطفال جدا مهم، وفي نفس الوقت تقليل من المضاعفات وتقليل من الأمراض اللي ممكن الطفل يحصلها، اللي ممكن يأثر عليه في المستقبل وما يكون شخص ممكن قادر على الصحة والرفاه وفي نفس الوقت من أجل التنمية. محتاجين كل التوعية وكل شيء ممكن نعمله لصحة الأم والطفل، لأن أنا لما بحافظ على الأم بطلع طفل كويس صحيح، مش محتاج أي نوع من السقم إن أنا أعالجه أو إن أنا أي حاجة. ففعلا الألف يوم مهمة جدا للأم خلال فترة الحمل، للطفل خلال لما يكمل سنتين، عشان يبقى النمو نمو كامل ويقدر يقابل المجتمع بذهن كويس بصحة كويسة. تعمل المبادرة أيضا على الحد من الولادة القيصرية ورفع معدلات الولادة الطبيعية وعلاج السيدات التي تعاني من الأنيميا أو مشكلات من شأنها أن تسبب مشكلات للطفل بعد الولادة.